هنا جايب الناس، قول لهم راه في الاول ما كاينش تذاكر، وانت قلتي تتعمر في الطيارات وتجيبوا في الطيارات، وفي الاخر الناس ما عندهمش لي بي، راه كيفاش يعقل هذا الشيء؟ هادشي اللي تيدار هذا راه الناس هادو راه خصهم، راه سي انكرويابل هادشي اللي واقع هنايا في قطر. خصهم تعرفوا الناس اللي في المغرب، كاينين الناس دابا اللي حاصلين في المطار هنا، وكاينين الناس حاصلين في المطار في المغرب، صافي ما بغاوش هنا قطر من وقع داك المشاكل في المطار، ما بغاوش يخرجوا، عطاو اوامر باش الطيارات كاع اللي كانوا جايين يحبسوا. دابا راه الناس مبلوكين في المغرب، اخر طياره يمكن 8 ونص اللي طلعت، راه كاينه واحد الفوضى، راه فوضى كبيره بزاف بزاف بزاف. والمشكل اللي دار هذو الناس هذو خصهم يتحاسبوا على هذا الشيء اللي داروه.